او ماي جاد بغيت افكه. اليوم هو يوم صورة فريد. الانجاز. اليوم هو يوم الانجاز، واخيرا فضل من ربي تخرجنا من ركروم ستوديو يا ابو بوي. تعبت انه ما تخلصت او 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 باذن الله عقبالك. مبروك مبروك الله يبارك بعمرك قلبي. ايش نسوي غلا انا افك تفكي قاعد التوتر. يلا بسم الله عدل الثلاث عدل الثلاث يا جماعه ما شاء الله اليوم على صندوق الفخر. تعب شهر كامل. او ماي جاد يا جماعه لله الحمد. بتكلس موي يلا اللي بعده. او ماي جاد ما شاء الله يلا اللي بعده يلا اجل يلا واحد اثنين ثلاث. ما شاء الله ما ادري ما لبست. شوفوا لك مملوكين اكي حبيبي خيبه خلتني اتقع حبيبي. يا جماعة أرون وات تو سي، بس صدق يا جماعة حرفياً هذه الرحلة كانت جداً متعبة متعبة الصراحة. يا مبروكين يعني الصراحة تستاهلون والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أي 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 ممكن بتلاقوني بخمج بهذا اللبس كم يوم ما تدرون، بس قالوا يا بيبي تعبت عليها يا جماعة ما بسهولة. فما أدري يا جماعة قولوا لي هل في عربي جاب غيرنا أنا ولول يعني you know like أو بنات عربيات يعني يا إذا مو بأول عربي بنات عربيات يلا ها نعطيها بلفة كذا يا فيب. أنا حبيت إني أشارككم بهذه الإنجاز بإذن الله تعالى. حبينا نفرح معاكم فيب عقبالكم بإذن الله تعالى تجيبون زي هذا. توتر طبعا لأن أول مرة أحصل على هذا اللبس معمون والأول مرة أحصل على هذا اللبس من ريكروم ستوديو مع أمون، وبإذن الله موزة تحصل عليه بالمرات الجاية وتحصلون عليه كلكم. تستاهل كل خير بس هي صار لها ظروفها فما أمداها. ولا ننسى and give it your rock room best.